وقبل الفاصل احنا عملنا البرياني وعملنا الرز بتاعه، دلوقتي هو هيعمل خرشوف محشي لحمه مفرومه. مقادير الخرشوف اللي محشي لحمه مفرومه عباره عن خرشوف ولحمه مفرومه. استنى يا شيرين ما تستعجلش عليا، خلي بسله وجزر ولحمه مفرومه وبصل وثوم ومرقه، حبهان، بهارات، بابريكا، جوزه الطيب، دقيق ولبن وزبده وكزبره خضراء ونعناع وملح وفلفل اسود ده ايه ده؟ انت هتعمل ايه باللبن؟ انت هتعمله بشاميل؟ صح؟ عيب يا معلم. اعمل لك البشاميل بقى انا. تاني؟ لا ده الليله مش معديه. لا شربيني. اتعلموا ازاي انا فلوس اليتامى. لا هو ده المثل الصح. امبارح عديناها، النهارده عايزه برضه تغرقنا تاني. لا ثانيه شربيني، انا اسالك سؤال. امبارح كان وحش؟ كان سايس شويه بس انا صحيص. بحبه. يعني هو ما اقدرش اقول لكم ان هو كان يعني كان حاجه ده بيري سايس مش كان سايس شويه بس انا بحبه كده. طيب والله بتحبي لك الناس ما بتحبوش كده؟ أيوه وبعدين لا الله. طب هقول لك على حاجه. قول. انا بحب اكل اكل حادي. اه بحب الاكل مالح. اه لكن بس الناس كلهم مش بتاكل اكل مالح. انت 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 شيف ماستر شيف كمان. ماستر شيف. اه ماستر شيف. ماستر. انا ماستر ست بيت زي كل الستات اللي موجوده. كوين اوف ذا كيتشن بالنسبه لهم. بالنسبه لهم. بص حبه البتوع امبارح بذمتك امك معلقت على الموضوع ده؟ بذمتك؟ لا والله ما قدرتش، اصل دخلت لقيتها نايمه. فما حبيتش ازعجها فدخلت وطلعت على طول، قلت ملهاش لازمه يعني حاجه صحيه. طيب انت دلوقتي عمال تحط البصل والثوم والمرقه. ايوه. وهنا انت بتحمر حاجه للبرياني. ايوه للبرياني. اه طب سيب مع 2 كيلو زبده. دايما الاكل رمضان رمضان كل سنه طيب. مش هو كان هناك بيقول لك زيت زيتون عشان انت ما بتحبيش الزبده؟ رجع في كلامه في 5 دقائق ما خلصناش الحلقه. طيب شمي. شميت انا اشمه. احنا مفيش حاجه بنعملها في البرنامج غير ان احنا نشم. عارف لو كنا بندوق كنا عرفنا. ايه بقى؟ يلا يا شربين انت خليني اخد الحلو ده هنا كده عشان ده نصلي على النبي؟ نصلي على صلاة وسلام عليه احلى نبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مش كل ما رص صواني صار حلواني. هاني الشهبة الشهبة يا داخل ده رضا رضا عبد الرحمن رضا الرحمن. انا قلت اللي داخل بين بين البصله وقشرتها. يلا نفتح تليفونات عشان نسلم على الناس عشان كله ما يزعلش مننا. احنا بنعمل كل حاجه في البرنامج ده. بنفتح لايف وبناخد الكومنتس بتاعت حضراتكم وبنحط سؤال وبناخد تليفونات وبنطبخ ولسه عايشين. كل ده عشان خاطر حضراتكم. يلا افتحي تليفونات. عملت ايه؟ حطيت انت حبهان هنا. ايوه وادي حبه نعناع فريش. اوكي دي كل دي لسه انت ما حطيتش اللحمه المفرومه. لا البصلات تموت الاول. تموت؟ اه يعني خلي البصلات اه يعني يعني تدبل يعني آه تاخد لون يعني. ماشي. انا بقى النهارده صاحيه جعانه قوي قوي. شغل القراري وياك. اه والله صاحيه جعانه جدا. اه لان من اول رمضان شغل القراري وراك وياك. شغل ايه؟ القراري. القراري القراري. اه ولا ياكل غدا ولا ياكل غدا. اه عشان يعني اللي بينبر كده يعني. واحد بينبر عليكي قراري. يعني قراري ولا ياكل غدا. اه شغله معاك عشان ما اكلش غدا. طب اديني بقى انا كمان يا مروه مجموعه ده في العدل. يلا دينا وناخد من الناس قبل ما ناخد تليفونات. اقعد ومد رجليك. أكلة واتحسبت عليك. أكلة واتحسبت عليك، شطور. فين النضارة بتاعتي؟ مش شايفة. عمر العدو ما هيبقى حبيب. عمره. ولا شجرة فين تطلع؟ زبيب. زبيب. شاطر. شاطر. أبشر أبشر والعشا خبازة، موني موني، دي مش مصرية. مين 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 مين؟ أبشر 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 العشا خبازة. يعني اقعد تبقى في بقك وتسمي ايه؟ لغيرك. ايوه كده صح. طيب لا بلاش بلاش امثله ملهاش علاقه بالاكل. اه
مفيدة أخبارك أنت والشيف. دي كنزي أحمد من السودان من أسوان، أهلا يا كنزي. كيفية عمل البيتي فور ده لسه احنا هنعمله، حاضر يا زهرة البنفسج. يا ريت تردوا عن عليا. هشام شيكو انت عايز ايه يا هشام؟ انا معرفتش. خلي بالكم احنا عقبال بس ما ببص لكم للكاميرا وانزل عيني تاني بيكون طار 10 15 16 مسج، فانا بعتذر مش ممكن هقرا كلكم ورا بعض. بتمطر قلقاس على ناس وناس. ماله القلقاس؟ انتوا ظالمين معاكوا ليه؟ ده انا بموت في القلقاس. انت بتعصق لسه؟ هو لو كتروا الطباخين ايه؟ تبوظ الاكله. من ايه؟ لو كتروا الطباخين تبوظ الاكله. تبوظ الاكله. يلا بقى روح. ماشي. يلا هناخد ايه؟ لحظه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست لحظه، ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بتكلمينا منين؟ انا من مصر. اهلا وسهلا. وانت اصلا من مصر ولا من الصعيد؟ بلدياتك يعني. والله انا كنت عايزه الشيخ الشربيني. امور يا فندم. معلش يعني عندي الظروف صعبه يعني. طيب سيبي تليفونك يا حاجه لحظه واحنا هنرد عليكي. بعد ما نطلع على طول هدي الشيف شربيني من عينينا. على عيني يا ستي. احنا بنعصج اللحمه المفرومه اللي هنحشيها في. بتعمل ايه يا شيف دي؟ انا بعمل ايه؟ هو انا بلف موتور. الزبده دي جبتها ليه؟ انا بعمل فستان سواري. بتعمل خلصت الزبده اللي احنا طالعين بيها من اول البرنامج؟ نعم يا فندم. لا ولا حاجه. بتاوب بتاوب والله العظيم. مفيش امل. مفيش امل. انا بكلم مين اصلا؟ ده انت بتعمل البشاميل ولا بتعمل ايه؟ بص يا ست الكل، عايزين بس نعمل قاعده. ليه هتحمره؟ اطلع الرطوبه اللي فيه من الفريزر واديله شويه ملح وفلفل وشويه توابل عشان يبقى ليه طعم حلو. دي فكره جديده دي. لازم. انا بقى لو كنت مكانك، انا كنت لو كنت يعني عملتها كنت ما عملتش الحركه دي. ليه؟ لانها ما كانتش هتيجي على دماغي. سمير على التليفون. اتفضلي يا سميره، اهلا وسهلا بيكي. ست سميره. الو. اهلا يا سميره. اهلا بيكي. اهلا اهلا. احنا مو انا بحبك موت من نهار ما انتكيت على الشيش. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويخليكي. والله العظيم انا بقى مش عايزه اعمل اكل، انا عايزه اكل اكلكم بس. يا خرابي، ده انت تامرينا بس قولي لنا انت فين يا احنا نبعته. الله يخليكي سلامتك. والله كل سنه وانت طيبه والشيف طيب. الله يخليكي. وانت طيبه يا فندم. الله يخليكي يديك الصحه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. يا جميله. سميرة واحدة تانية غير سميرة دي أولانية. سميرة. أيوة. أهلا يا سميرة. أهلا بك يا مدام مفيد. إزيك يا حبيبتي؟ كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة وأنت بالصحة. قولي لي ريناد بنتي بتحب البرنامج بتاعكم وهي طفلة عندها 8 سنين. ربنا يخليها لك. كل يوم بتتفرج على الأكل بتاعكم. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك. كل سنة وأنت طيبين يا حبيبتي. طيبة وأنت طيبة حبيبتي. وأنت طيبة. أميرة على التليفون. أهلا يا أميرة. أهلا يا مفيدة، كل سنة وأنت طيبة. إزيك يا أميرة القمر، عاملة إيه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي، أنت أحلى. كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم. وأنت طيبة حبيبتي. عندك أي استفسار للشيف عايز تقوليه؟ لا أنا متصلة علشان أعيد عليك وعايزة أقول لك أنا وماما كل يوم ده لازم لازم. أنتوا يمكن أنتوا الحاجة الوحيدة اللي إحنا متابعينها. بجد البرنامج جميل وأنتوا اللي محليينه. كل سنة وأنتوا طيبين. كل سنة وأنت طيبة يا فندم. كل سنة وأنت طيب يا شيف. صباح لا انا على عيون حضرتك. ربنا يخليك يا رب. كل سنة. وعندي مثل يا مفيده ما قلتهوش. قولي. الحس لساني وبات مهني ولا كبابك اللي قتلني. الحس لساني وبات مهني ولا كبابك اللي قتلني. حلوه دي والله. حلوه حلوه حلوه. ميرسي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. مين؟ لوريس. واحنا بنتكلم في التليفون خلونا على كاميرا عشان احنا ما بعرفش اركز ما لو كده بفضل اتفرج على الاكل. لوريس ازيك؟ اهلا ازيك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبه قلبي. اخبارك ايه؟ البرنامج بتاعكم جميل جدا ودمه زي السربار. ربنا يخليك يا لوريس. ميرسي يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين يا رب وتعرقوا وتعدوا كل سنه ان شاء الله. يا رب يخليك يا حبيبتي. طبعا احنا بنحبكم جدا وبنعيد عليكم يا حبيبتي. واحنا كمان بنعيد عليكم. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ربنا يكرم.
وربنا يعدي الايام على خير ان شاء الله، ان شاء الله ويبقى سعيد ان شاء الله عليكم. يا رب يا حبيبتي، يا ربنا يخليكم لينا. كل المصريين ناس جمال. احنا كده عملنا الحشوه. طيب عائشه، عائشه ما اجمل، أيوة. ما اجمل اسمك يا عائشه. ربنا يخليكي. ازيك يا مدام مفيده؟ ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ انا بحبك جدا ومتابعاكي بقالي كذا سنه مع الشيف شربيني. ربنا وربنا يديكم الصحه انتوا الاثنين، ودايما بتضحكونا وبتبسطونا وربنا يخليكم لينا. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب. ربنا يخليك لينا يا شيف شربيني، وانا متابعاك من ايام سفره، من اول ما فتحت، من اول خروج. اللهم صل على النبي، دايما معانا ان شاء الله. ربنا يخليك. انا عايزه اقول مثل بس بسيط، اسمه الحس مستني وبس مهني ولكبابك اللي قتل. انا نفس حته الكباب برضو اللي قتل الناس كلها. بشكرك يا عائشه، ميرسي، ربنا يخليك. طبعا اصدقائنا اللي بيكلمونا على اللايف بيقولوا لنا تليفوناتكم مشغوله للاسف الشديد، ما بين ده وما بين ده، هحاول اجمع ما بين ده وما بين ده، والنبي ما تزعلوا، بس انا اعمل ايه؟ طيب والله هعمل حلقه، انا بموت فيكم علشان خاطري. يقولي اسمي نورهان، 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 نورهان. سارة على التليفون، اتفضلي يا سارة. الو، ازيك يا مفيدة؟ ازيك يا سارة، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ بخير الحمد لله، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة وبصحة، هتعملي ايه في العيد؟ هقعد في البيت تقريبا. يعني هنقعد في العيد كلنا قاعدين في البيت. عايزه اسلم على الشيف واقول له كل سنة هو طيب برضه. كل وانت كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، بعود الايام. تسلم، شكرا يا شيف. معاك ابني معاذ عايز يكلمك. ادهولي يا حبيبتي، ادهولي يا بابا، ادهولي. الو الو الو، مساء الخير. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كل سنه طيب. امرني يا عسل. عايز سلامتك. عايز سلامتك. تسلم لي يا قلبي، ربنا يكرمك. ربنا يخليك. دلوقتي انت عملت ايه؟ انت حطيت كله ايه اللي بهدي على وشها دي؟ الله. بقول لك ايه؟ ما ناخد واحد تاني، ايه رايك؟ واحدة أكبر ولا نعمل؟ لا لا، هو لا ما عندناش أكبر، هو ده، ناخد واحد تاني. وماله، احنا عندنا أكل كتير. يعني احنا عاملين أكل. أصل أنت أنت كمان يا شيف عامل ال بتاع كتير، خلاص يا لهوي سخنة أوي. حاضر، هناخدها حالا، بس ناخد يعني نشوف الشيف شربيني قافل البوتاجاز بقى عشان ولعت نار. ماشي، ما يهمنيش. خلاص؟ يلا اعملها تاني. قبل ما انت حطيت، انت حطيت ايه؟ توم وزبده ونعناع ونعناع بس وملح وفلفل وبهارات، وحمرها تحميره بسيطه كده تاخد الروح. خلينا ناخد مين معانا؟ مين؟ ماجده، اهلا وسهلا. اهلا يا ماجده، نورتينا. ماجده اهلا وسهلا يا ماجده حبيبتي يا مفيده، لبسك جميل قوي، كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي، اتفضلي يا حبيبتي، والله مصري وافتخر. والشيف شربيني مجمل الدنيا بحالها. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانت طيبه. الشيف شربيني بصراحه. طيب كده هنا. اهلا بيك يا شيف. كل سنه طيبه يا فندم. كل سنه وانت بالف صحه وسعاده، انت ومفيده. ربنا ما يحرمناش منكم يا رب. ربنا يخليك يا رب، ولا يحرمنا منك ولا منكم كلكم. ميرسي 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 مفيده يا جميله. نعم. بدلتك تجن ريبلا مصري، بدلتك تجن والله دي حلوه قوي، من تحت كمان لازم تشوفوا الشغل حلو قوي قوي قوي. هنزلها عندي على الصفحه وهتشوفوها ان شاء الله. ومصري وافتخر، وشيء شيء رائع. يعني لازم نشجع الصناعه المصريه، لازم نشجع الديزاينرز المصريين. ومش معنى انهم ديزاينرز مصريين وصناعه مصريه ان هي حاجه ببلاش كده، لا، دي حاجه معموله بشقة وتعب وافكار وخامات. لازم نشجعهم ونديهم فرصه انهم يبقوا احسن من اكبر مصممين ازياء في العالم. زي ما هم بيحتفلوا بالناس بتاعهم وفخورين بيها، احنا كمان عندنا مصممين ازياء بنات واولاد ممتازين. زينه على التليفون، اتفضلي يا زينه. زينه، الو. اهلا يا زينه. ايوه يا شيف. اهلا يا زينه حبيبتي. اهلا وبر يا حبيبه قلبي. انا حبيبه قلبي. عايزه ايه؟ بتحبك. وانا بموت فيك يا روح قلبي. امور يا بابا. يا شيف شربيني، انا بتابع كل وصفاتك اللي على سي بي سي سفره. بتابع كل وصفاتك اللي على سي بي سي سفره. الحقني. صلاه النبي عليك يا قلبي، صباح الخير عليك وعلى عينيك يا قلبي. ما تجيبي بوسه. هاتي انت، هاتي بوسه. هاتي بوسه. ما هاتي بوسه. ما ما كمان امه 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 يا طلبي. ايه الطعامه دي؟ اللهم صل على النبي، ربنا يحميك يا حبيبي. عمر كده هنا.
نبدا نعمل البشاميل اللي احنا بوظناها امبارح. اللي احنا بوظناها امبارح. طب ثانية معلش منسي، احنا مش هناخد بريك غير لما هو يطلع يعمل اول مقادير البتاع. ما هو لازم يردها لي، ما هو خايف على مستقبله. اتفضل اتفضل. هتعمله مختلف ازاي عن كوين اوف ذا كيتشن؟ ايه بقى الزياده؟ هتزود حبه دقيق؟ هو ده؟ هو ده اللي انت مش قادر عليه؟ اهو حطيت كام دقيقه؟ كام؟ انا بحط بالبركه ما بحطش بالكام، وانا بحط الدقيق. انت عملت بالطريقه دي، انا بسوي الاول الزبده وبسوي الدقيق. بص 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 انا بعمله ازاي؟ انا بحط الزبده الاول تسخن وبعدين انت تقولي انا ببوظها ازاي؟ ببوظ هو لا بتبوظيها. هو حاطط هوا عشان هو شاف هو بيتمنظر علينا. بس يا ماما بس يا ماما بس يا ماما بس 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 بس, 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 بس